سام فضلك سابق علينا وترابك والله غالي علينا يا شام
يبارك في عمرك الكريم. نحن نستغيبك يا مسيح اليوم. الله يبارك فيك. هذا الوطن الجديد. هذا Thank you.
سافرت لعمان اكثر من سفره. الله يبارك فيك. الله معك. الله يبارك فيك. الله حافظ من اهل البيت. حافظ من سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله رب العالمين. يا رب يا رب انت ضمن الدائره يا رب يا رب. الله لا يتخلى عنك. الله لا يتخلى عنك يا رب. انت عشق يتيم. انت عشق يتيم. الله عز وجل اكرمك بجامع النجار واكرمك بكرمنا فيك. اي والله جامع والله ما عندي سؤال. الله مزرعة والله. شو بتكتب على راسي؟ كسرها ابو عبد الله. سلام
And now
بيته في طيبة الحرم
اللهم صل وسلم أشهد أن محمد
نفسي يوم اليوم الذي يقتل فيه. هذا شيخنا وصحبته في سفر إلى حلب إلى حمص، ونزلت في بيته في الجبل هذا المكان، وتشرفت بصحبته إلى زيارة سيدي المكي في الزبداني وفي البيت الذي في البلد، وكذلك سيدي عبد الكريم الرفاعي وسيدي الشيخ أحمد عوض خلفاء مولانا الشيخ عبد الكريم الرفاعي شيخنا، واستجست منه وتبركت وقرأت عليه في الحج لما جاء بأمر سيد الوالد السيد علوي ابن عباس المالكي وسيدي كريم الشيخ أحمد كريم محمد كريم والشيخ عبد الرزاق الحلبي الشيخ كريم خليفة من أبناء وأحباب وخلفاء الشيخ حسن حبنك الله الله شيخنا، وأبوي أمرني أن أستجيز منه وأن أخذ منه الإجازة وأن أقرأ عليه تبركا، وشيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي شيخنا وابن شيخنا استجزت منه وتبركت بصحبته وكذلك تبركنا بشيخنا الشيخ صالح فرفور الذي هو شيخ الجميع، فالحمد لله أن الله جمعنا وسيدي السيد الفاتح سيدي السيد محمد المكي هذا من أعز وأجل أصدقاء الوالد. وأذكر لكم قصة يعني من اللطائف التي حفظناها عن سيدي الوالد، فإنه أمرني أن أستجيزه كما عادته أن يدفعنا إلى الخير ويشجعنا على الاتصال بالأئمة وبالسلف الصالح، فكتبت له أطلب منه الإجازة أن سيدي سيدي المكي، فأرسلت إليه رسالة أطلب منه الإجازة، فأرسل الجواب إني أنا فلان بن فلان قد أجزت السيد علوي المالكي، هو يعني لم يكتب محمد علوي، فلما جاء الخطاب وباسم السيد علوي قال لي الحمد لله الله أكرمني بهذه الإجازة. قلت له وين أنت؟ لا أرسلت ولا كتبت هذه الإجازة، أنا اللي طلبت. قال لي أنت محمد وإلا علوي؟ قال لي أطلب بنفسك إجازة، هذه أرسل لي هي السيد. ففرح بها السيد الوالد رحمة الله عليه وقال لي أطلب منه، أرسلت إليه وأطلب، فأرسل لي إلحاقا بها إنه قد ألحقنا به. وكنت مرة في مكة المكرمة في أظن آخر زيارة لسيدنا السيد المكي، فجاء وزارنا في البيت، طبعا زار بيت الوالد وإلا فإحنا ولده وخادمه، إنما جاء أجل صلة البر بصديقه وحبيبه السيد علوي. فقال الليلة عزمنا الشيخ بينهم أخوة
أقدر أكون صداقة أخوة. أخوة. أخوة بالله عظيمة. الحاصل قال الليلة إنه دعي لحضور ندوة الرابطة الإسلامية التي تعقد في أول ذي الحجة. فأنا الفقير إلى الله قلت له ليس من عادتي أن أذهب لأني أخشى أن أصطدم بأحد هناك ويحصل ما لا ينبغي، فالأولى أني ما أذهب. قال لا تيجي معنا، فصحبته وذهبنا إلى مكتب إلى رابطة العالم الإسلامي. وكان المجلس مملوء بالكبار والعظماء وعلى رأسهم المشايخ الذين يعرفهم الدكتور محمد سعيد رمضان حبيبا، الشيخ بن باز والشيخ بن عبيد والشيخ بن حميد، على العين والرأس علماء لهم مجالهم ولهم ميدانهم. فقام واحد رجل مصري اسمه رشاد الشافعي خليفة حامد الفقي، خليفة خليل الهراس الذي هو رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، فوقف وألقى كلمة عظيمة وقال فيها إنني جئت إلى مكة ورأيت الشرك ورأيت الكفر ورأيت الحجاج الذين جاءوا من بلادهم ما يزدادون إلا وثنية بهذا اللفظ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يزدادون إلا لا إله إلا الله. رأيتهم يتبركون بالأحجار. الله يسلمك. رأيتهم يتمسحون بالأحجار. تعجبنا ولا أحد تكلم في الرد عليه. فاستأذنت من سيدي المكي قلت له يا سيدي، قال لي لهذا جئت بك. يا سلام. الله أكبر. والله جاي حارب فيك. قال لي لهذا جئت بك. الله أكبر. أنا بدي أسأل من أقول اسمح لي أنا جاي في رحابي وأنا ما أحضر هذه الندوات. فعلا ما أحضر. لانه اني اخشى من حصول مثل هذا، لكن قال لي لهذا جئنا بك. فكتبت ورقه للشيخ صالح قزاز الذي هو كان رحمه الله رحمه الله، قلت اني اريد الكلمه. فلما ارسلت الورقه اليه وهو في مكتب في المنصه اشار لي بيده هكذا لانه يحبني وما يريدني اني انا ادخل في مخالفات او مناقشات، فاشار لي بيده. فارسلت الورقه مره اخرى على الذي يدور ويجمع الاوراق، قلت اريد ان اقوم والا اقوم بنفسي ما دام جاني الاذن من سيدي المكي ان شاء الله امان. امان اي والله امان. فلما كررت الورقه كتب لي ورقه قال وارجو ان تتلطف. قلت له خير. فلقيت كلمه فتح الله بها علي، والله لو هيئت نفسي او طالعت او استحضرت ما استحضرت قبلها بيوم او بيومين ما كنت احسن اقول ما قلت ولا كنت أفيض فيما أفضت فيه، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وببركة سيد صحبتي لسيدي المكي حفظ الله سيدي محمد المكي الله كلام. نعم. فقلت إن الشيخ هذا يقول كذا وكذا وكذا، وأنا أظن أن حضرة الأستاذ كده، قلت أن فضيلة الشيخ هذا الذي رأى ما رأى أحد أمرين، إما أنه حديث عهد بالحج فلم يأتي الحج. حديث عهد بالإسلام يعني. حديث عهد ما يعرف الحج. فرأى الناس يطوفون حول الكعبة فظنها من بقايا اللات والعزة، وما عرف هذا المسكين أن اللات والعزة قد ذهبت منذ زمن، فإن هذا الذي يطوفنا به هو الكعبة. فيا أخي عليك أن ترجع إلى التاريخ. يقوم ويقعد فوق الكرسي يقول ما أردت هذا ما أردت هذا، يعني طبعا ما يريد هذا إلا واحد جاهل أو أحمق أو مجنون. قلت له أظن هذا الأخ رأى الكعبة والناس يطوفون حولها، ورأى الحجر الأسود الناس يقبلونه، ورأى باب الكعبة والناس يلتزمونه، ورأى مقام إبراهيم والناس يصلون خلفه، فظن أن هذا من بقايا اللات والعزة، أو ظن أن هذا من الأصنام التي كانت في عهد قريش. يا أخي اتق الله، يا أخي راقب الله. وأخذت أباشر في الكلام عليه وفي أن هذا ما ينبغي وأن هذه الكعبة، والله تعالى أسعفني بأحاديث كثيرة في ذاك الوقت فيها إن النبي كيف لما جاء ودخل مكة والتزم البيت وكيف ماذا قال عمر ولما استلم الحجر، وكل هذا وهو يصيح ويقول ما أردت هذا ما أردت هذا. بعد ذلك هو نسيت أن أقول لكم أنه في الكلمة قال وإن هؤلاء وإن بعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي ويروي حديثا باطلا موضوعا حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثونه ويحدث لكم، تعرض أعمالكم عليه، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت شرا استغفرت الله لكم. وهو لم يروي بهذا اللفظ، وبفضل الله كان يعني عندي شيء من الاستحضار للجواب، فقلت هذا الذي رواه أولا رواه غلط. النبي قال حياتي خير لكم تحدثونه ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض أعمالكم عليه. فهذا الحديث مؤيد بأحاديث كثيرة، منها ما جاء في الحديث أن الله إذا أراد بأمة خيرا قبض نبيها، ومنها أحاديث عرض الأعمال، وقد ألف فيه رسالة الشيخ الغماري نهاية الأمال في تصحيح حديث عرض الأعمال، ومنها والحمد لله الله سبحانه وتعالى ببركة
هذا السيد بعد ذلك قال لي سيدي محمد المكي لو لم تقم لنزل علينا عذاب من السماء. الله أكبر. الله قال لي لو لم تقم يا محمد لنزل علينا عذاب من السماء، لأننا كلنا نأثم بالسقوط على هذا الجاهل الذي دنس الحرم واتهم الحجاج كلهم بالشرك وأنهم يعبدون الأوثان ولا يزدادون إلا وثنية. فهذا من بركات وكرامات سيد محمد المكي أرويها لكم كما وقعت، ونحن الحمد لله الآن في رحابهم. وفيما جمعت الإجازات من كل المشايخ، فنحن الآن نطلب أن تجيزنا جميعا كما أجازوك على الوضع الذي أجازوك به. ما فيكم إن شاء الله تفتحوا الإجازات وأجازوكم المشايخ الكبار. تفضل. بشرط أن كل واحد منكم يجيزنا. أحسن. سيدي الشيخ محمد سعيد رمضان يجيزنا عن والده وعن من أسرق، وفضيلتكم يجيزون عن سيدي محمد المكي، والشيخ هشام يجيزنا عن سيدي سعيد، وسيدي الشيخ عبد الرزاق هو قد أجازني الشيخ عبد الرزاق يجيزني أيضا عن شيخه ومشايخه الذين أدركهم، والشيخ كريم، وسيدي الشيخ عبد الرحمن الشابوري الذين تبركنا به في هذه الزيارة، وسيدنا الشيخ أبو الحسن الكردي، والشيخ محمد الزعبي، وهؤلاء الذين ذكرنا وبعضهم ما ذكرنا، هؤلاء كلهم الحمد لله عنده أهلية للإجازة للجنس، كلهم عنده أهلية. أنا أطلب منك بأنك بسبب أنك عندك أهليات طاعة لأمركم، وطاعة الأمر خير من سلوك الأدب عند بعض أهل العلم. فإنني أقول أجزت من أراد الإجازة كما أجازني بذلك في جميع المرويات والأسانيد، كما أجازنا بذلك مشايخنا وعلى رأسهم سيد الوالد علوي بن عباس المالكي، والشيخ حسن مشاط، والشيخ محمد العربي الدباني، والشيخ يحيى أمان، والشيخ محمد نور سيف، والسيد محمد أمين الكتبي، وغيرهم من علماء العالم الإسلامي في الشام واليمن والمغرب وحضرموت وأندونيسيا وتركيا وغيرها من البلاد الحمد لله، وفي ذلك كتب مؤلفة في الأسانيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع وأن يجعلنا. ونحن قبلنا هذه الإجازة، نرجو أن نتكاتف بالأيدي وأن الناجي منا يكون بيد أخيه إن شاء الله. يا فتاح يا عين الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا كريم، في حسين إلا الذين آمنوا والعصرين والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وخيسك بالله واخذك بالله واسقطت الحقوق والكلفة والناجي منا ياخذ بيد اخيه الفاتحة على هذه الليلة. الحمد لله حبيب والآن أطيب البيت حسين عبدين يا ملجا.
لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور. لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إنسان. يحيى بكم كل أرض تنزلون بها. يحيى بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم لبقاء الأرض أمطار. الله الله ونوركم يهتدي الساري لرؤيتي كأنكم في ظلام الليل. كأنكم في ظلام الليل. كأنكم في ظلام الليل أقمار. وتشتهي العين منكم منظرا حسنا. الله الله الله. وتشتهي العين. وتشتهي العين منكم منظرا حسنا. كأنكم في عيون الناس أزهار. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم. لا أوحش الله ربعا من زيارتكم يا من لكم في الحشا والقلب تذكار. محبوبي لما غدا رضى سندس السرية يسعد من بي ارتدى
صلي عليه. يشتغل منير هلا. أبدا إلى مدح النبي تله فيه. الله الله الله. إلى رضاه تشوقي وتعطفي. الله 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 الله. الله 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 صلى الله عليه وعلى آل بيته. أبدا إلى مدح النبي تله في وإلى رضاه تشوقي وتعطفي. وسلم وبارك عليه برضاه يرضى الله جل جلاله. الله الله يا أبا فاطمة غوثان. الله
شيخ. يا جد الحسين فإننا الله يا قاضي وأنت نصيرنا فنراض بحقك واسأل اللطف الخفي. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. يا جد الحسين ايوه يا 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 جد الحسين فإننا نثنى بجاهك فإننا نثنى بجاهك فإننا نثنى بجاهك يا 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 أعز مشرفي. ثم بالصلاة على علاه مسلما تبلغ مناك وكل هم تكتفي. أشرق صوره تعالى جلا يا
بأمان الله يا سيدي، السلام عليكم. بعافية الله وعلى سيدنا الدخيل، السلام عليكم. خير يا سيدي، بأمان الله، بعافية الله، الله يبارك في عمرك. الله يجزاك خير، الله
اهلا وسهلا بكم يا مرحبا رعيت الناس يا من الناس رعيت الله سيدنا محمد يا هلا سيدي ابو الطيب يا اهلا وسهلا والله Thank you.
يا حبيبي يا ركبان ما تواصلت البال.
الله يسلم ويحفظ الله خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم الفاتحة صراط الذين آمين صل الله على طه خير الخلق وأحلاها صل الله اكتم السر ما قدرت وحاذر أن تكن كل حظك الأقوال الله 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 كم أناس طغى الغرام عليهم الله الله راهم فزحزحوا إذ قالوا إن في العاشقين منا رجالا هم رجال شكلا ومعنى الجبال إن في العاشقين أيوة بصير أيوة هم رجال شكلا ومعنى الجبال صارعتهم أحوالهم فاستقروا بثبات وزالت الأحوال وشربنا الكؤوس حتى تناهت وكأن الشراب ماء زلال هذه عترة الإمام الرفاعي فهو مولى عن النبي مثال كاف
الغيب أين الهمم وأياديكم وأين الشيم. الله حاضر يا رجال الغيب أين الهمم وأياديكم وأين الشيم. نعم نعم الله. حركوا العزم وثوروا غيرة فلنا منكم لعمري رحم. الله 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 الله. يا رجال الله يا أهل الوحى لاحظونا ها هو الدمع دم. يا لبيت المصطفى من هاشم عنه أنتم في البرايا قوموا مسنا الكرب فقوموا علنا وأغيثونا وجودوا وانعموا. بدلوا العسر بيسر أبيض فلكم ينمى السخاء والكرم. واضربوا الخصم بسهم قاتل فكم وكم ثارت شؤون منكم. يا سادتي يا أساطين الحما رضي الله تعالى عنكم. صلوا عليه. الصلاة على النبي والسلام على الرسول.